إذن صباح الخير مساء الخير ومرحبا بكم في هذه الجلسة الخاصة بمرفق البيئة العالمية والإجراءات أريد أن أقول بأن الترجمة الفورية متاحة بأربع لغات إذا من فضلكم اختاروا اللغة التي تودون المتابعة بها وذلك بأن نقرأ على الانتربريتيشن في أسفل الشاشه لاختيار القناه. سوف يكون هناك ترجمه باللغه الانجليزيه الفرنسيه الروسيه البرتغاليه والعربيه اذا تاكدوا من النقر على اللغه المختاره اذا مجددا صباح الخير او مساء الخير انا فاطمه زهره طيبي وانا منسقه لمبادره بناء القدرات من اجل الشفافيه هذا مشروع عالمي وهو برنامج لدعم الدول في اجراءات او في كل جهود الدول في هذا المجال ونحن مع الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ نقوم بهذا البرنامج وأنتم تعلمون بأن المادة الثالثة عشر من اتفاقية باريس قامت بوضع إطار الشفافية المعزز وذلك لمواكبة التطورات وكي يكون هناك ثقة لكل هذه الأهداف وتحقيقها. اذا هذا النظام الجديد داخل الاطار لديه اجراءات جديده للدول وهناك تحديات فيما يخص التقارير وبالاضافه الى القدرات والامكانيات سوف نتحدث عن الامكانيات التمويليه ونحن نقوم بدعم الدول في تحضير هذا التقرير تقرير الشفافيه وذلك للرد على الطلب المتزايد لهذا الدعم وكي يكون هناك مرحله انتقاليه متوفقه وموفقه للدول اذا في سياق اتفاقية باريس قمنا بتسليم هذا التقرير في ديسمبر 2024 وذلك بمراعاة الدول الاقل نموا ونحن قمنا بتوفير الدعم لاكثر من 64 بلد و هناك دول أخرى لم تطلب هذا الدعم بعد وفي 31 ديسمبر الذي يقترب من المهم أن كل هذه الدول تقوم ببدء المسار لتسليم هذه التقارير ولذلك قمنا بتنظيم هذه الجلسة الافتراضية للتحدث عن الإجراءات المختلفة وكيف يمكن لكم أن تطلبوا هذا الدعم ونتمنى بأن في نهاية هذه الجلسة سوف تكون لديكم فكرة حول ما يمكن انتظاره وكيف يمكن لهذا المسار ان يعمل اذا نتمنى بان تكون هذه الجلسة جيدة وغنية وشكرا لحضوركم معنا الان سوف اقول لفيليبو براردي من جاف وسوف يقوم ب إلقاء كلمات ترحيبية شكرا فيليبو لوجودك معنا نحن نعلم بأن كل الزملاء في واشنطن والوقت متبكر جدا بالنسبة لكم إذا شكرا لوجودك معنا تفضل سيد فيليبو شكرا فاطمة زهرة لدعوتكم سوف إذا أقوم بعض الكلمات الترحيبيه للجميع صباح الخير مساء الخير على حسب من اين تشبكون في العالم شكرا ايضا لاخذ الوقت للمشاركه في هذا الاجتماع منذ ان قمنا بال موافقة على اتفاقيه باريس جيف في سياق الماده الثالثه عشره هي اهم المواد لاتفاقيه باريس كل هذه التطورات التي لديها اهميه في هذا الدعم وفي هذا الاطار في قلب تشييف في هذا المرفق البيئه العالميه نحن يجب ان نقوم بتسليم هذه التقارير كل سنتين كما قالت فاطمه الزهره وكما وضحت هناك مراعاه للدول الاقل نموا فيما يخص هذه الاجال اذا يجب ان يكون هناك معلومات وهناك بالفعل تغيير في المعلومات حول هذه الاجراءات ومنذ البدايه نحن نريد ان نقوم بتحقيق اهداف اتفاقيه باريس وذلك في في مواجهه ورفع التحديات التي تفرضها علينا التغيرات المناخيه ونحن نريد ان نقوم بتحديد الاولويات للعمليات المستقبليه اذا كل هذه النظم الضروريه ليست فقط باليه ولكن هي تود ان تقوم بتعزيز اتخاذ القرارات المحليه او على المستوى الحكومي وفيما يخص كل هذه العمليات الجاف يجب ان يدعم الدول المعنيه والمهتمه ونحن نعلم بان هناك التزامات من الدول الاعضاء اذا من واجبنا ان نستمع اليهم وان نوفر لهم ما يحتاجون اليه وذلك منذ 2020 وهي فرصه لكي يكون هناك تحديث ودعم يوافق كل هذه الاحتياجات ونحن سوف نتحدث ايضا عن مستوى التمويلات وفي الاستشاره الاخيره القطعه المختلفه قد اوفتنا بمعلومات وبيانات هامه جدا فيما يخص هيكل التقارير تقارير الشفافية على المستوى المحلي ونحن فيما يخص التحديثات نريد أن نقول بأننا قمنا بدعم أكثر من خمسة وستة دولة في هذا المجال الذين قاموا بتسليم هذه التقارير وذلك لكي يكون هناك الدعم المناسب فيما يخص التقرير الثاني وسوف نصل الى 66 مليون وهذا للقول فقط بان هناك موارد عديده يتم توفيرها في هذا النظام في سياق مرفق البيئه العالميه وانها مبادره هامه جدا لبناء القدرات من اجل الشفافيه و تقريبا وخمسين مليون لمشاريع بناء القدرات من اجل الشفافيه ومرفق البيئه العالميه قد بدا الان مرحله جديده مع مرفق البيئه العالميه الثامن والموارد التي تصل الى خمسة مليون لتحضير هذه التقارير التي تزايدت بشكل واضح أكثر من 200 مليون للجاف سبعة و145 ألف مليون للجيف ثمانية وهذه الشركات تواصل دعم هذا المشروع لذا فإنه من الواضح من وجهة نظرنا بأن المجهودات واضحة حتى الآن وبأن الآجال للتقارير الأولى ديسمبر 2024 نحن نقترب من 80 دولة إنها فرصة بالنسبة لنا لتشجيع كل الأعضاء والمشاركين الذين لم يتقدموا بالطلب و قريبا سوف نجتمع في ديسمبر 2024 المرفق سوف يقوم بتنظيم اجتماعات اخرى وهذا الاجتماع يهدف لتوعيه الدول حول الموارد الموجوده والمتاحه لهم وكي يكون هناك ايضا فرصه لهذه الوكالات بتقديم اعمالهم واجراءات وطرق العمل المختلفه التي يتبعونها لذا هذا الاجتماع الافتراضي والذي يشارك فيه برنامج الامم المتحده للبيئه وبرنامج الامم المتحده الانمائي وايضا الفاو من ضمن وكالات اخرى اريد ان اشكركم على دعمكم واريد ان اشكر الامانه العامه التي تساعد هذه التنظيمات اتمنى لكم اجتماع غني واتمنى بانها سوف تتاح لنا الفرصه بالاستماع اليكم شكرا واعطي الكلمه الان الى فاطمه زهره شكرا جزيلا فيليبو لكل هذه الكلمات اعتقد بان الرسالة واضحة الموارد موجودة لكم الفرصة بتقديم طلب للحصول على تمويل مرفق البيئة العالمية اذا شكرا لفيليبو ويبدو بان الآن سوف نمر إلى المنتيمتر وذلك لإجراء دراسة أو استبيان قصير فمن فضلكم انقروا على هذا الرابط للوصول إلى هذا الاستبيان. والرد على الأسئلة إذا زميلي اليخاندرو الآن سوف يقوم بطرح الأسئلة شكرا فاتمة زهرة سوف أقوم بتقاسم الشاشة معكم اتمنى بان الجميع يرى الاسئله اذا هناك مناطق مختلفه موجوده معنا منطقه مينا اوروبا اسيا افريقيا هناك من يشتري ينضم من جنوب امريكا من وسط اسيا كما قلت من افريقيا ايضا اذا سوف اعطي بعض الدقائق للمشاركين ترون بان هناك عدد هائل من المشاركه عبر الانترنت لذلك فان التشبيك يستغرق بعض الوقت. إذا لنمر إلى الأسئلة الثانية. هل بلدكم قام بتقديم طلب للتمويل من مرفق البيئة العالمية فيما يخص تقرير الشفافية الأول؟ نعم لا لا أعرف. إذا هناك ثلاث اختيارات فيما يخص هذا السؤال. تقريبا نفس العدد بين نعم ولا، وأقل بكثير جاوبوا بأنهم لا يعرفون بعد. إذا هناك شبه تعادل بين نعم ولا الآن الأجوبة بنعم ترتفع بعض الشيء السؤال الثالث إذا ما جاوبتم لا لماذا لم يقدم بلدكم طلب لتمويل؟ وإذا ما جاوبتم نعم ما هي التحديات التي واجهتمونها في هذا المسار؟ يمكن لكم ايضا ان تكتبوا الجواب الذي سوف يكون سري فلا تترددوا بالرد بشكل صادق هذه الاسئله موجوده بلغات مختلفه ويمكن لكم ايضا ان تجيبوا مباشره في المنتيميتر هناك بعض المشاكل، أو أنني أواجه مشاكل تقنية في وضع الإجابات هنا. ولا أعلم لماذا هذه الأسئلة، والأجوبة ليست واضحة، على العموم. هناك العديد من الاجوبه التي نراها هنا على الشاشه وقد بدانا المسار الان لم ننتهي بعد من المراجعه الحكوميه من الاسفل نحن نقوم بمراجعه كل الاجراءات وكل الطرق المسار يبين بعض الصعوبات لا نعلم كيف يجري هذا المسار ولذا نحن نجتمع اليوم هنا نعم هناك أيضا تحديات فيما يخص الترتيبات المؤسساتية لأنه طلب منا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن نقوم ببعض الشروحات فيما يخص هذا المسار وفيما يخص هذه التقارير إذا شكراً لكل هذه الأجوبة سوف نواصل المنتميتر فيما بعد شكراً جزيلاً سوزان لكل هذه الأجوبة شكراً لكم هناك العديد من الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على المزيد من المعلومات بخصوص تقرير الشفافية لفترة سنتين والتعرف على ما إذا كانوا من نقاط الاتصال المرتبطين ب. الجهات التي سوف تقوم بمطالبة بتقرير الشفافية لفترة السنتين وذلك على مستوى الـ مرفق العالمي للبيئه سوف نسعى الى الحصول على مختلف الاجوبه من طرف جميع المشاركين وقبل هذا سوف نحاول التقاط صوره جماعيه لجميع المشاركين والمشاركات في هذا اللقاء الافتراضي فهلا اجعلتم كاميراتكم جميعا وربما سوزان او اليخاندرو سوف يقومون بالتقاط الصوره الجماعيه أسف لأن لدينا خمس صفحات من المشاركين والمشاركات وربما نحن في حاجة إلى التقاط أكثر من صورة أكثر من مرة شكرا على سعة صدركم وصبركم معنا إذا نبدأ بأول مداخلة لليوم وسوف أنادي على ممثل أمانة الأمم المتحدة لتغيير المناخ

من اجل الحديث عن تقارير شفافيه لفتره السنتين وكذلك مختلف التدابير المرتبطه باطار الشفافيه المعزز تيبور الكلمه لك شكرا جزيلا لك فاطمه الزهراء عمتم صباحا عمتم مساء من دواعي السرور والاعتزاز ان اكون حاضرا معكم اليوم من اجل ان اتحدث عن التحول نحو إذا إطار الشفافية المعزز ومختلف المعايير المرتبطة بطرق رفع التقارير وسوف أبدأ إذا بالحديث عن إطار الشفافية المعزز على خلفية اتفاقيات باريس وكل ما تم القيام به في إطار مختلف التدابير المرتبطة بتعزيز الشفافية على أساس أن هناك مختلف الملحقات المرتبطة إذا برفع هذه التقارير والمعايير اللصيقة بها مع محاولة التركيز على تلك الخانات التي تظهر باللون الأزرق القاتم علاقة إذا بإطار الشفافية المعزز في ظل اتفاقية باريس والتي ما فتئت لا تخلو من أهمية سواء تعلق الأمر بتقرير الشفافية لفترة السنتين أو كذلك مختلف عمليات المراجعة الفنية التي يقوم بها الخبراء وكيف اننا سوف نجد بان تقارير المحينه لفتره السنتين قد تغيرت واضحت تحمل اسم ومضمون تقارير الشفافيه لفتره السنتين وكيف اننا مررنا كذلك من التحليل الفني الى المراجعه الفنيه للخبراء التي احتلت مكانها في ظل اذا تقارير الشفافيه لفتره السنتين بالاضافه الى مختلف الاعتبارات المتعدده الاطراف وتيسيرها من اجل احراز التقدم وكيف ان كل هذا يتم تقييمه في حين اننا في الماضي كانت لدينا فقط تقاسم الرؤى والمواقف بخصوص عمليات التيسير والتقييم المتعدد الاطراف وكيف اضحت هذه المبادئ والتدابير جزءا لا يتجزا مما يقضي به ويؤكد عليه اتفاق باريس وكيف ان مختلف المقتضيات التي صارت الزاميه فسوف نجد دائما عبارة يجب عوضة يمكن بالإضافة إلى ضرورة كذلك تكريس العديد من الطرائق والتدابير والمبادئ التوجيهية التي يطلق عليها باللغة الإنجليزية أكرونيم MPGs وهي بطبيعه الحال كل تلك الطرائق والاجراءات والمبادئ التوجيهيه التي تنطبق على جميع الدول الاطراف ولكن دائما بهامش من المرونه بالنسبه لمختلف الدول الناميه التي هي في حاجة اليها تماشيا مع قدراتها. اما عن النقطة الثالثة في اطار هذا تمرين التعزيز هذا هو انه يتعين على الدول الاطراف التعرف على كيفية القيام بعمليات التحيين ورفع التقارير بشكل محين بخصوص مختلف النواقص والقضايا الواجب احراز التقدم والقيام بعمليات الصقل والتحسين على مستواها وهذا يدخل في ما يسمى بالتحسين المستمر مع السعي دائما إلى احترام المبدأ الثالث المرتبط بالنقطة الثالثة وهو عملية الامتثال الامتثال بالنسبة لمختلف المساهمات المحددة وطنيا ورفع التقارير وكذلك مختلف بروتوكولات ومنظومات الشفافية where, uh, كل ما له علاقه كذلك بالاعتبارات متعدده الاطراف عندما يتعلق الامر بتيسير احراز التقدم وعلاقتها بالماده الثالثه بالماده عفوا الخامسه عشر للجنه التي تشكل احدى اليات تيسير التنزيل والتكريس والتفعيل وكذلك النهوض بمستويات الامتثال امر الان الى الشفافه المواليه وهي شفافه بالغه التقنيه اذا نرى بان لدينا جدول زمني يتميز بكونه مليئا بالتواريخ الهامه وضروره التركيز على المراحل المستقبليه نرى كذلك ان هناك خطا احمر وهو على مستوى سنه 2024 والذي تمت اليها الاشاره اليه من طرفه زهره وفيليبي على اساس ان في هذه المدة الزمنية سوف نجد بأن في الواحد وثلاثين من شهر دجنبر ل 2024 هو الأجل المحدد بالنسبة لمختلف البلدان من أجل التقدم بالتقارير المحينة النهائية لفترة السنتين وانه سوف نجد بان تقارير الشفافيه اذا لا يجب ان تتجاوز هذا التاريخ اي تاريخ 31 دجنبر من سنه 2024 بالاضافه الي كون هذا يشكل موعدا تاريخيا بطبيعه الحال هناك التقارير الشفافيه لفتره السنتين الاولى التي يجب التقدم بها وتبقى بطبيعه الحال لهاته البلدان المتقدمه والسائره في طريق النمو السلطه التقديريه في هذا الاطار مع توفير هامش المرونه من اجل تنقيح تقارير الشفافيه هذه على مدى الزمن بالنسبه لهذه الدول الاطراف وكذلك اذا هناك هامش مرونه وهناك كذلك تيسير هذه التحسينات والتجويدات الواجب إدخالها بشكل تدريجي بخصوص التدابير والإجراءات المرتبطة بالنهوض بمعايير الشفافية على مدى الزمن النقطة الثالثة الموالية هي تلك المرتبطة بالتحليل الفني المرتبط لمختلف الأنشطة التي تسعى الى ان تكون موجهه نحو تحقيق النتائج على اساس التحفيزات اما على مستوى الدول الاطراف السائره في طريق النمو فهناك بطبيعه الحال مختلف انواع المبادرات المحدده وطنيا وطرق التواصل وكذلك التقدم بهذه التقارير تقارير الشفافيه لفتره السنتين وكخاتمه اود ان اؤكد على ان هناك العديد من التفاصيل العملياتيه التي تم النهوض بمستواها وتوفيرها من جداول ورسوم بيانيه وما الى ذلك من اجل استثمار المنظومات المتوفره وكذلك جمع وتعبئه مختلف الجهات الفاعله والمعنيه من اجل تدارس ومناقشه مختلف المزايا الوطنيه مع السعي الى تحقيق وتكريس الاتساق والالتزام السياسي وتوفير الدعم الضروري من أجل النهوض بتكريس هذه الإطارات الشفافية المعززة مع ضرورة بطبيعة الحال القيام بعمليات تقييم مدى الاستعداد المتوفر لهذه البلدان من أجل تكريس إطارات الشفافية المعززة المعززه على خلفيه ما تتوفر عليه هذه البلدان من تدابير مؤسساتيه ودورات تدريبيه وادوات واليات واجراءات ومسارات ومعطيات من اجل ضمان تحقيق هذه الاطارات اطارات الشفافيه المعززه بشكل ناجح وموفق على اساس ضروره تسليط الضوء على هذه التدابير المؤسساتيه كاحدى المقادير الاساسيه من اجل ضمان نجاح هذه المبادرات وذلك عن طريق التعلم من الدروس المستخلصه وقصص النجاح التي تم تحقيقها على مستوى مختلف البلدان ومحاوله استلهامها ومن اجل سد الفجوات وملء الثغرات والنهوض بالمسار اقليميا اخيرا وليس اخرا ف إن إطارات الشفافية المعززة لطبيعة الحال مرتبطة ارتباطا لصيقا بكل هذا وأنها تتجاوز بلورة التقارير بل إنها تقتضي تفهم واستيعاب مختلف التدابير المحتملة التي يمكن للبلدان القيام بها وكذلك محاولة تنقيح مسارات بلوره السياسات وسنها مع خلق قنوات من اجل توفير الدعم الصميمي الذي نحن في حاجه اليه كما انها تشكل منصات تفاعليه من اجل التعلم من بعضنا البعض على اساس تراكم هذه المعطيات والبيانات المناخيه وهذه التدابير المؤسساتيه من شانها ان تسهل عمليات التواصل وتقاسم المعلومات مع مختلف الجهات الداعمه والحصول على هذا الدعم من خلال مختلف القنوات. اخيرا وليس اخرا فهي بطبيعه الحال تلك المنصه التي سوف تسمح لنا من ان يكون هناك استفاده متبادله والالتقاء بجميع الجهات المعنيه من اجل تقاسم قصص النجاح. والدروس المستخلصه مما يحيلنا على اخر نقطه وهي تلك المرتبطه في هذه الدروس المستخلصة والتجارب المتراكمة والتي سوف تظهر لنا بأننا لسنا في نفس المستوى وأننا متواجدون في مستويات مختلفة من التقدم المحرز وأن هذا يقتضي منا أن نوحد الجهود ونعبئ القدرات من أجل التعلم من بعضنا البعض وأن نندرج جميعا يدا في يد في نفس الإطار على خلفية مختلف التدابير التي يوفرها المرفق العالمي للبيئة وبأنه حان الوقت من أجل أن نتقدم بطلبات التمويل خاصة وأننا على مشارف استيفاء الآجال المحددة ومن أجل أن نمضي بخطى حديثة نحو التكريسي الناجح لكل هذا. شكرا على حسن انتباهكم وانتظر بشغف اسئلتكم وتعليقاتكم اعطيك الكلمه فاطمه زهره. شكرا تيبور على هذا العرض التقديمي المتالق من المهم بالفعل ان نستحضر هذه الاجال والتواريخ والمسارات المرتبطه بالتقدم بتقارير شفافية لفتره سنتين هذه كما ان انه من المهم ان نسلط الضوء على اننا لا لسنا بالضروره في مسار يجب ان يكون مثاليا كاملا بل أننا في إطار مسار قابل للتنقيح والتجويد بشكل تدريجي مع هامش مرونة يسمح لنا بصقل المضامين والقدرات على مدى الزمن، على أساس أن المسألة ليست مرتبطة فقط برفع التقارير ولكن النهوض بالشفافية، لأن بلورة هذه التقارير لا يخلو مسألة لا تخلو من الكثير من المزايا بالنسبة لمجموع البلدان. دون إطالة أمر إلى المتدخل الموالي وهو استبان، استبان عن المرفق العالمي للبيئة الذي سوف يتحدث لنا عن دعم تمويل تقارير الشفافية لفترة السنتين وكذلك طرق الولوج استبان الكلمة لك سيدي. استبان هلا اشعلت ميكروفونك شكرا 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 جزيلا فاطمه الزهراء شكرا على تنظيمك لهذا الحدث شكرا لجميع المتحدثين واللجنه التنظيميه شكرا على استضافتنا للمشاركه في فعاليات هذا اللقاء الافتراضي اذا اشكر كذلك جميع المشاركين سوف اتقدم بعرض تقديمي وجيز وبعد هذا سوف يكون هناك جلسه للحوار المفتوح باطار اسئله واجوبه سوف نحاول التقدم بها ما هي مختلف الخيارات المتوفرة لنا متى كان هناك إمكانية لدعم بلورة أول تقرير الشفافية لفترة سنتين على مستوى بلدك إن المرفق العالمي للبيئة و من حيث النهوض بالقدرات يتقدم بمختلف آليات الدعم للعديد من البلدان على خلفية المادة الثالثة عشر من اتفاقية باريس كما أننا نسعى إلى توفير الدعم من أجل تقوية القدرات في هذا الصدد هناك طبيعة الحال خيارات وإمكانيات أخرى خاصة أننا نوفر دعما على المستوى الدولي في إطار برنامج تقوية القدرات وقد شاركنا في مبادره تقويه القدرات من اجل الشباب في هذه التي تحمل اسم السي بي تي وكل هذا صميمي علاقه بما اشار اليه فيليبي في الكلمه الافتتاحيه من حيث النهوض بتقويه القدرات في اطار مبادره تقويه القدرات هذه من اجل الشفافيه فاذا لم تكونوا واعين بالمصطلحات التي يتم استعمالها على مستوى المرفق العالمي للبيئة بالإضافة إلى مختلف طرق الاحتساب المعتمدة على مستواه فإننا يمكننا أن نمدكم بذلك فبعض البلدان في بعض الأحيان تطلب منا الحصول على هذه الأدبيات ونحن نلبي طلباتها فهذا للإعلام وقد علم أما الآن ، بالنسبة لتقارير الشفافية لفترة السنتين على أساس أن هذه الأرقام هي الآن في تغير مستمر على مدى الأسابيع فقد قمنا بتوفير 79 وسبعين ودعم ، 79 تقريرا للشفافيه لفتره السنتين على مستوى 65 بلدا وذلك منذ سنه 2020 بغلاف مالي يتجاوز 56.4 مليون دولارا امريكيا على اساس ان هناك تقارير الشفافيه لفتره السنتين في جزئها الاول في جزئها الثاني و بالنسبة لبعض البلدان فيمكن لها أن تقوم بإدراج المزيد من الموارد كما هو الحال بالنسبة لبلدان مثل برازيل الهند ماليزيا مكسيكو نيجيريا. وبالنسبة لهذه التقارير فلدينا ثلاث وكالات أممية تساعدنا في هذا الصدد هناك برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة هناك برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة كذلك بالنسبة الآن لللمحة العامة عن الدعم الذي يتقدم به برنامج أو المرفق العالمي للبيئه لهذه التقارير لفتره السنتين فاننا حاضرون على مستوى افريقيا واوروبا في وسط آسيا حيث قمنا بدعم 32 بلدا وأربع بلدان أخرى التي تم دعمها على مستوى المنطقة و67% منها دول أفريقية 38% منها بلدان متواجدة على مستوى أوروبا ووسط آسيا وكلها قامت بالتعبير عن رغبتها في الحصول على الدعم من أجل تكريس مبادرة تقوية القدرات من أجل شفافية السي بي تي على أراضيها مقارنة بهذه المنطقة فأن أفريقيا التي سوف نجدها هنا وهي حاضرة بشكل وازن من حيث التقدم بطلبات الدعم سوف نجدها بأنها تفوق بلدانها عدداً عدد البلدان التي تم دعمها على مستوى اوروبا ووسط اسيا. وهناك العديد من التقارير التي هي قيد المراجعه. وسوف نجد بان هذا التوجه سوف يتغير على مدى الاسابيع القادمه. وقد تم اطلاق هذه المشاريع بعد اتفاقيه باريس، اذ ان المرفق العالمي للبيئة سعى إلى تلبية هذه الحاجيات وذلك بغلاف مالي وصل إلى 147 مليون دولارا على أساس 89 مشروعا تم القيام بإطلاقها في 88 بلدا. وهذا يفوق 95 في المئه من الحقيبه الماليه التي هي قيد التنزيل على اساس ان 32 مشروعا في افريقيا و22 في منطقه وسط اسيا و20 في اسيا وسوف نجد بان هناك خمس مشاريع كبرى دوليه تم اطلاقها وذلك من اجل تبادل المعلومات وكذلك تقويه القدرات مجاليا ان المنشاه العالميه للبيئه تسعى بطبيعه الحال للاشتغال عن طريق مختلف المشاريع ونحن الان بصدد مخطط العمل الثامن بالنسبه للفتره المتراوحه بين 2022 و2026 حيث شهدت مواردنا تزايدا مطردا اذ مررنا من 110 مليون دولارا كما كان الحال عليه في مخطط السابع للمرفق العالمي للبيئه الى 145 مليون دولارا في الجزء الثامن من هذا المخطط الثامن ل المنشأة العالمية للبيئة وقد قمنا كذلك بتحيين العديد من البناء والتكلفة المرتبطة بها على أساس التحيين الذي قمنا به ابتداء من الفاتح من شهر يوليوز لسنة 2022 وكل ذلك متواجد على مستوى الدورية الإخبارية للمرفق العالمي للبيئة الحاملة لرقم 62 على 15، هناك كذلك العديد من التقارير المتراكمة التي تسمح للبلدان بالولوج إلى التقارير الشفافية لفترة السنتين، اثنين منهما وكذلك لمختلف المشاريع المحدده وطنيا ويمكن لكم بطبيعه الحال المطالبه بالولوج الى المراحل الثانيه المواليه من المشروع من اجل الاستمرار في الاستفاده من هذا الدعم وهناك المطالبه من طرف البلدان من اجل الحصول على الدعم من اجل القيام بتقارير الشفافيه لفتره السنتين على اساس ضروره توفير هذا الدعم ولكن فقط اذا لم يكن البلد يستحوذ على دعم من اجل الحصول على التقرير المحين لفتره السنتين، ففقط في هذه الحالة سوف يتم توفير الدعم من أجل توفير من أجل دعم نفس البلد للقيام بتقرير الشفافية لفترة السنتين. وسوف نجد بأن هذا البلد وهو يقوم ببلورة هذا التقارير يمكن له بطبيعه الحال المضي قدما في هذا المسار تماشيا مع الشرط الاساسي والوحيد الذي هو ضروره التقدم بعمليات التواصل المحدده وطنيا وهناك 633 الف دولارا التي تم ادخارها من مستويات التمويل من اجل دعم هذه المبادرات أخيراً، وبالنسبة لعمليات التمويل الإضافية بشكل تصاعدي، فإنها متوفرة بالنسبة لكل البلدان وذلك شروعاً في تاريخ الفاتح من يناير لسنة 2023. بالنسبة للبلدان التي هي متوفرة على دعم في إطار تقارير الشفافية المحينة. وبهذا اكون قد وصلت الى نهايه مداخلتي اشكركم على حسن الاصغاء لسبب ما كانت الترجمة العربية في القناة الإنجليزية والمترجمة تعتذر لهذا الخطأ الفني حسنا كان هناك بالفعل خطأ صغير ولكن أعتقد بأن هو الآن قد قمنا بتصحيح هذا المترجمة تعتذر كنت ترجم ما كنت تقول استبان شكرا إذا هناك سؤال يخص أو مطروح من طرف السيد أدوارا ويخص توضيح طلب الدعم فيما يخص 250 ألف نعم هذا يخص الحال او الوضع اذا ما كان هناك بلد يريد تقديم هذا الطلب ويجب تسليم هذه التقارير للمنظمه وما نقوم به نحن هو تمويل المؤسسات بالموارد الموجوده لتحديد التقرير وكي يكون هناك موارد اضافيه لان احيانا التقارير تصل في نفس الوقت ونتمنى ان يكون هناك معلومات فيما يخص هذه التقارير وهذه المراجعات قبل تغطية هذا المجهود بمبلغ 250 ألف دولار إنها من الإجراءات للتقارير الأولى التي في يناير هذه السنة كانت ترتفع إلى هذا المبلغ ويمكن للبلدان طلب هذه التدابير لتقارير كل سنتين الأولي وفي نفس المشروع يمكن لهم أيضا طلب او تقديم هذا الطلب للتقرير الثاني شكرا استبان اذا فقط لتوضيح هذا التدبير يجب تقديم التقرير وايضا المراجعه هذا سؤال اخر إذن البلد يجب ان يواصل تحضير هذه الانشطه شكرا جزيلا هناك اسئله اخرى وهذا السؤال موجه لتيبور حول وضع تنميه هذه التقارير فاتيما هل تسمعينني شكرا جزيلا لهذا السؤال هذا ليس جاهز بعد ولكن بطبيعه الحال نحن نقوم الان ببلورته هناك بعض التدريبات التي ننظمها لتقديم هذه الطرق والاجراءات او كيف سوف يكون الشكل النهائي لهذا المسار ننتظر ايضا الملاحظات الرجعيه حول هذا هناك عمل كثير فيما يخص هذه المسألة التي تحاول أن تواكب الأجال المطلوبة شكرا جزيلا فاطمة الزهرة شكرا تيبور هناك أيضا سؤال من الزميل من صوماليا الذي يقول بانه قام بتسليم التقرير الاول وسؤالها هل هناك موارد موجوده ومتوفره وكيف يمكن لنا الولوج اليها؟ سوف انني احاول ايضا ان اقرا وان اترجم بعض الاسئله في الصندوق الدردشه بعد ان قمت بعرضي سوف نقوم ايضا بعرض ما يمكن لنا ان نوفره فيجب عليكم الاتصال بوكاله المرفق عن كيفية تحضير هذا الطلب والأمانة العامة لمرفق البيئة العالمية بعد قراءة كل هذه الملاحظات يمكن لكم الولوج إلى الدعم كي يتسنى لكم تحضير هذه التقارير تقارير أجل الشفافية وهناك سؤال أيضا حول المخاطر إذا لا نقوم بتسليم هذه التقارير في الأجال المحددة اذا على اساس اتفاقيه باريس والقرارات على خلفيه هذه الاتفاقيه يجب او الاجال هي 31 ديسمبر ويجب تسليم هذه التقارير كل سنتين لذلك نحن نقوم بالتحضير بشكل مسبق كي يكون هناك وقتا كافي ولذلك نتبع هذه الاجراءات والطرق كي لا يكون هناك اي تاخير وفي قرارات اتفاقيه باريس الدول الاقل نمو يمكن لهم ان تسليم هذه التقارير بطلب اجال اضافيه إذن اذا اذا يعتقدون بانهم لا يمكن لهم تسليم هذه التقارير في الاجال المحدده يجب ان يتقدمون بطلب لاجال اضافيه وهناك سؤال اخر ايضا حول جمع التقارير وهذا يختلف من بلد إلى آخر وإذا ما كنتم تقومون بهذه الأنشطة يمكن لكم طلب دعم في ما يخص هذه الأنشطة التمكينية وهذا يمكن له أن يصل إلى مليون وثلاثة مئة ألف دولار أمريكي وأيضا هناك سؤال فيما يخص هذه الإجراءات التي تخص 200 ألف دولار وهي تخص فقط تحضير التقرير الشفافية لكل سنتين أعتقد بأن هناك أسئلة أخرى قد تأتي ونحن نتكلم سوف أجيب عليها بعد ذلك شكرا جزيلا استبان أعتقد بأن قبل أن نمر إلى أسئلة أخرى حول المخاطر التي يمكن ان نواجهها اذا لا نقوم بتسليم تقارير في الاجال اي ديسمبر 2024 استبان انت تحدثت عن هذه المرونه المتاحه ولكن تيبور هل يمكن لك ان تتحدث عن الدول التي لا تتمتع بهذه المرونه اي الدول الاخرى المختلفة عن الأقل نمو شكراً فاطمة الزهراء بالفعل هذا سؤال جيد وقد يطرح غالباً علي بالفعل لا يمكن لنا أن نعمل بنفس الطريقة من من في كل البلدان ولكن نحن نشجع كل الدول على الاقل المحاوله باحترام هذه الاجال ونحن نعلم بان هذه الاجال المحدده قام الاتفاق عليها في اتفاقيه باريس وبعد ذلك سوف ناخذ بعين الاعتبار المرونه المتاحه في الحالات الخاصه هذا ما يمكن لي ان اقوله الان شكرا تيبور وهناك ايضا اسئله اخرى حول هذه الاجراءات وهناك سؤال من محمد يطلب حول ال 250 الف هل هي متاحه لكل الدول ام فقط للدول التي لم تقوم بتقديم تقرير الشفافيه بعد اذا هذا اجراء يخص مشاريع المراجعة يجب الانتهاء منها قبل أن تتقدموا بتقرير الشفافية وبعد ذلك يمكن لكم تحويل هذا المبلغ لتقرير الشفافية في نفس الوقت وهناك أيضا سؤال آخر استبان من عيسى موسى من تنزانيا يقول بان هناك مرحله ثالثه في اجراء هذا التحضير ويطلب اذا ما كان يمكن طلب هذه الميزانيات والدعم وحتى متى يمكن لهذه الميزانيه او الموارد ان تكون متاحه هذه حاله خاصه وهذا يخص تقارير الشفافيه فيما يخص الاتصالات الوطنيه ويمكن لهم ايضا الطلب في نفس المشروع الدعم للتقرير الثاني بعد التقارير الاعلاميه ولكن فقط للتوضيح سوف نواصل الدعم إلا إذا ما كانت هناك تقارير مخالفة لهذا. وسوف نتحدث عن هذا في السنوات القادمة. إذا ما تم تقديم طلب للدعم، يمكن لنا أن نطلب هذا الدعم وأن نقوم بتوفيره. وشخص آخر قد يسأل، حول التكاليف نتحدث هنا عن 600 الف دولار امريكي يجمع بين الاتصالات الوطنيه وتقارير الشفافيه لكل سنتين واذا ما كنتم تحتاجون الى تغيير او تحيين في المواصلات الاعلاميه يمكن الولوج الى 250 الف دولار واذا ما كان هناك موارد اضافيه من الممكن طلب هذه الموارد الاضافيه. من يمكن لي ايضا ان اجيب على البعض من هذه الاسئله مباشره في صندوق الدردشه اذا ما كنتم تودون. نعم أعتقد بأننا يمكن لنا أن نجيب على هذه الأسئلة في صندوق الدردشة ولكن هناك زميل قد رفع يده منذ فترة شام مدو لديك الكلمة سيدي أتحدث لكم من وكنت أريد بعد التوضيحات حول هذه الموارد والدعم الذي يمكن ان يطلب حول التقارير والتواصلات الاعلاميه نعم بالتاكيد دعم متوفر من موارد مختلفة وهذا لا يؤثر على ما حصلتم عليه لأن الموارد تأتي من مصادر أخرى وإذا لا لم يطلب البلد أو لم يتقدم بطلب للحصول على هذه الموارد يمكن لكم أن تقوموا بالاتصال بإحدى مكاتب المرفق سوف اكتب عنواني الالكتروني اذا ما كانت هناك اسئله خاصه ببلدكم سوف اكون سعيد بالرد عليها. شكرا جزيلا استبان هناك العديد من الاسئله في صندوق الدردشه يمكن ان نعود اليها فيما بعد وجميعها سوف نرد عليها اذا ما كان الان او فيما بعد اذا شكرا جزيلا استبان وتيبور لهذه الجلسه الاولى والان سوف نبدا الجلسه الثانيه من هذا اللقاء الافتراضي وذلك الخاص بالوكالات الاخرى برنامج الامم المتحده للبيئه، برنامج الامم المتحده الانمائي والفوش. شكرا لوجودكم معنا، هل يمكن لكم ان تشرحوا لنا او تشرحوا للمشاركين كيف يمكن الولوج الى هذه المساعدات والدعم. اذا اول زميل من برنامج الامم المتحده للبيئه مارسيلو بويلا لديك الكلمه. شكرا. إذاً سوف أقاسم الشاشة هنا، العرض على الشاشة. مارسيلو هل يمكن لك أن تقوم بتوسيع العرض والبدء بالعرض لو سمحت حسنا إذا سوف ابدأ بتقديم الولوج إلى اجراءات، الولوج إلى الدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. هل يمكن لك توسيع الشاشة سيدي؟ شكرا. هل يمكن لك توسيع الشاشة بالنقر هنا؟ شكرا. هذا جيد شكرا شكرا فاطمه زهره اذا هذا العرض سوف يضم مشاريع برنامج الامم المتحده للبيئه وبعد ذلك تنفيذ التقارير واجراءات تسليم هذه التقارير والمراحل المستقبلية إذا فيما يخص تمثيل البرنامج الأمم المتحدة للبيئة نحن موجودين في 88 بلد من أفريقيا من أسيا والمحيط الهادي وجنوب أمريكا باللون الأزرق إذا هنا ترون ال... التوزيع الاقليمي لبرنامج الامم المتحده للبيئه ووضع التحويل نحو تقارير الشفافيه لكل سنتين من اوروبا ومن جنوب امريكا وافريقيا اذا ترون هنا فيما يخص هذه المرحله الانتقاليه في القاره الافريقيه هناك بلدان لم تقوم بالتحول بعد او بدخول المنطقه انتقاليه بعد واذربيجان من اوروبا وفي المحيط الهادئ واسيا هناك ايضا العديد من البلدان لم يقومون بعد بالانتقال وفي افريقيا بوروندي كاميرون سواتيني ايضا دول الان تقوم بمشاريع وهي قد دخلت في هذه المرحله الانتقاليه و في صدد بلورت هذه التقارير وبركينا فاسو على سبيل المثال الغابون والسوتو قامت بالتحويل والانتقال تماما في اوروبا فقط مولدوفا هي التي قامت بالانتقال تماما لتقارير الشفافية لكل سنتين وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ هناك كامبوديا، فانواتو وماليزيا التي قامت بالانتقال تماما للتقارير الشفافية لكل سنتين هناك 45 بلد لديها هذه التقارير هناك ست بلدان قامت بهذه المراجعه وعشرين بلد قامت بتقارير الشفافيه فقط وسبعه عشر قامت بتقديم تقرير الشفافيه مع الالتزامات والاتصالات الوطنيه إذا هنا إذا ما كنا ننظر إلى المشاريع التي تم الموافقة عليها باللون الأزرق ترون وضع ال 54 دولة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما يخص هذه الطلبات وهنا سوف أتحدث عن إجراءين تسمح للبلدان بالولوج الى الدعم برنامج الامم المتحده للبيئه عفوا نتحدث هنا عن مقاربه تستغرق من ثلاثه الى سته شهور هناك خطه تنفيذيه نقوم بتطويرها على مستوى تسليم الدول لهذه التقارير التي تمت الموافقة عليها على سبيل المثال مولدوفا وماليزيا والفيتنام وفيما يخص المشاريع والبرامج الأخرى البرامج المضلة إذا ما صح التعبير هي مقاربات تستغرق 12 شهر وبالموازات كل نقوم بدعم الدول في تحضير الخطط. وهنا لديكم الخطة الزمنية لهذه المقترحات. وهذا المقترح على سبيل المثال نقوم نحن بتوفير هذه النماذج بعد ذلك نبدا بتحضير التقارير وبعد شهر او شهرين يقوم برنامج الامم المتحده للبيئه بدعم هذا المقترح ومراجعه كل ما يخص الانشطه التمكينيه وعندما يدخل كل هذا في نظام المنظمه يستغرق هذا اسبوع ونصل الى المرحله الثالثه لمراجعه مرفق البيئه العالميه وبعد ذلك نقوم بالموافقه او المصادقه يمكن لذلك ان يستغرق حتى شهرين وهي المرحله الاخيره بعد ذلك ندخل في مسار داخلي للمنظمه ونقوم بسن اتفاقيات والتزامات بعد تسليم هذه الرساله ونقوم بتحويل الاموال اذا في هذه المقاربه نقوم ببلوره تقرير واحد اذا نحن نقوم بتحضير مقترح مجمع لا يجب أن يفوق مليونين دولار وهناك مقاربة أخرى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التي تقوم بالدعم فيما يخص هذه التقارير أو تحضير هذه التقارير وإذا ما كنا نأخذ هذه المقاربة يجب علينا أن نقوم بتحضير هذه الرسالة وبعد ذلك نقوم بإعلام عن هذه الإجراءات الذي سوف يكون متاح بعد ذلك في هذه المقاربة متوسطة الحجم هي مقاربة تسمح لنا في هذا الوقت بدعم بلدان نتحدث هنا عن اقل من عشره بلدان نقوم بتجميعها كي لا تفوق الميزانيه كما قلت المليونين وبعد ذلك تقوم البلدان بتحيين هذا المقترح لهذا البرنامج وذلك ل مواكبه تقرير الشفافيه للمشاريع الموجوده. وبالموازاة نقوم في برنامج الامم المتحده للبيئه بالدعم كي تعكس كل هذه الانشطه لتغطيه هذا المشروع. وفيما يخص المراحل المستقبليه ونحن كما قلت هناك العديد من الدول قامت بالتحول نحو التقارير الشفافيه لكل سنتين والبلدان تطلب التقارير النهائيه وتقارير المراجعه النهائيه وتقارير الاتصال النهائيه هناك أيضا مسار لتوقيع كل هذه الاتفاقيات أو مشروع الاتفاقيات التي تخص تقارير شفافية لكل سنتين رقم واحد وهناك أيضا مراحل أخرى عفوا فيما يخص دعم بلدان الذي لم يتوصلوا بهذا الدعم المالي نحن نستعمل مقاربه وحيده لهذه الدول يمكن ان يكون ذلك لاعداد تقرير الشفافيه لكل سنتين لوحده او مجموعه مع الاتصالات الوطنيه وفيما يخص المشاريع متوسطه الحجم بمرحله اولى او مرحله وحيده نحن نقول هنا بان هذا الغلاف لا يفوق مليونين دولار ونقوم بتركيز كل الدعم للبلدان الذين هم في صدد تحضير هذه التقارير وهناك نقطة تواصل سوزان ليكويات التي لم تحضر معنا اليوم هي المكلفة بالأنشطة التمكينية إذا ما كانت لديكم أي أسئلة يمكن الاتصال بها شكراً لإصغائكم شكراً جزيلاً مارسيلوس لتفصيل الطرق التي يمكن للدول الولوج إلى دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة والآن أريد أن أدعو زميلنا إيفا هوتوفا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا لطرح إمكانية الولوج إلى دعم برامج الأمم متحده الانماء صباح الخير جميعا اني سعيده جدا بوجودي معكم و لاننا لم يعد لدينا العديد من الكثير من الوقت عفوا سوف ابدا العرض بدون اي تاخير هل ترون الشاشة؟ نعم إيفا، ولكن إذا ما كان يمكن لك أن تغيري طريقة العرض هنا يجب عليك أن تنقري display settings وأن تختاري الثانية، الثانية. في أعلى الشاشة لديك display settings انقري عليها بعد ذلك تنقري على swap كما قام بذلك مارسيلو منذ قليل هل يمكن لك المحاوله مره ثانيه واختيار بانوراما انقر يميناً وهنا في أعلى الشاشة ترين Show Taskbar Display Settings. اضغط على Display Settings في أعلى الشاشة. اذا سوف نواصل بهذه الطريقه ونحاول المتابعه نعم كنت استعمل شاشتين لذلك لم استطع منذ البدايه اذا سوف ابدا انا ايفا هتوبا من برنامج الامم المتحده الانمائي وسوف اتحدث لكم هنا عن محفظه مجلس التنميه عفوا مرفق البيئة العالمية سوف أقوم هنا بتغطية محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص تقارير شفافية لكل سنتين بعد ذلك الإجراءات لكل البلدان سوف أعطيكم أيضا نبدأ عن هذه المسارات فيما يخص مشاريع الأنشطة التمكينية ونقطة الاتصال هذه نبدأ عن محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية ومشاريع الدعم تقارير الشفافية لكل السنتين وأيضا الاتصالات الإعلامية الوطنية هناك خمسة دول قامت بتسليم هذه المقترحات للأمانة العامة لمرفق البيئة العالمية وهناك بلدان أخرى تعمل الآن على تطوير هذه المقترحات وبلدي أيضا قام ب تقديم طلب للولوج إلى هذه المساعدات المالية إذا هذا لتلخيص الاجراءات نحن نتبع ثلاثة اجراءات والزملاء من الأمانة العامة قاموا بتقديمها نحن نقوم بدعم الدول من خلال كل هذه الاجراءات يمكن للدول الوصول الى مليون ومئتين الف دولار من منظمتنا وعلى حسب الغلاف الكامل التي يتم طلبه نحن ندرس هذا الطلب من خلال مسار أنبا يمكن لكم من خلاله أن تقوموا بتقديم هذه الطلبات ويمكن أن يكون هناك مسار آخر للموافقة بمرحلتين اعتذر ايفا ولكن يبدو بان الصوت غير واضح يبدو بان المترجمين يعانون من جوده الصوت هل تسمعونني بصوت اوضح تطلب او تسال المتحدثه ربما افضل الان اذا سوف نتحدث الان عن مختلف طرائق الحصول على الدعم والولوج بالنسبه للبلدان وذلك من اجل النهوض بإمكانية تحيين هياكل التكلفة من أجل تمويل تقارير الشفافية لمدة السنتين بالنسبة للبلدان النامية وكيف أن مسارات برنامج الأمم المتحدة للتنمية يتمحور من أجل دعم هذه المشاريع ف هذه المسارات هي مرتبطة بمختلف العوامل شروعا بالمدد الزمنية التي تقتضي بين شهرين وثلاثة من اجل بلورة مسودة المشروع وكذلك مسارات تقوية القدرات المرتبطة بعمليات التقييم والتي قد تأخذ أسبوعين فما فوق يمكن التقدم بكل هذا عن طريق البعث ببرائد إلكترونية أو غيرها إذا وبعد التقدم بالبريد الإلكتروني أو برسالات رسمية موجهة إلى الجهات الحكومية خاصة من طرف المرفق العالمي للبيئة تأتي المرحلة الثانية التي هي مرتبطة ب القدرات المرتبطة بعمليات التقييم ثم الاشتغال مع الشريك الذي سوف يظهر على إعمال وتنزيل المشروع وكذلك تقييم المخاطر والتعرف على ما هي أفضل طرق تنزيل المشروع وبعد استكمال مسار التقييم هذا نمر إلى بلورة مسودة المشروع وهو مسار قد يستغرق من شهرين إلى ثلاثة بعد التقدم بالمطالبة بعملية الدعم ثم التقدم بمختلف الملحقات الالزامية ورسالة التأييد التي يتم التقدم بها من طرف نقط الاتصال الرئيسة للمرفق العالمي للبيئة وكذلك مختلف مسارات تقييم المخاطر ولوائح الجرد وما إلى إليها. يأتي بعد هذا التسليم لأمانة المرفق العالمي للبيئة لكل هذه الأدبيات من أجل تفحصها والتأكد من موثوقيتها وهو مسار يستغرق أسبوعين بعد هذا تأتي عملية المراجعة والمصادقة التي سوف تستغرق ما بين شهرين وثلاثة أشهر بالإضافة إلى أربعة أسابيع إضافية بالنسبه للمرفق العالمي للبيئه والمجلس المختص قبل ان نمر الي مسار التوقيع علي هذه الوثيقه مما سوف يسمح لنا بالإطلاق الرسمي لتنزيل المشروع وذلك شروعاً بالتقدم بالتمويلات وكذلك الورشات التأسيسية والدراسة الأوضاع الحالية والتي يتم القيام بها سنوياً والتقدم لأمانة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بما يجب من ادبيات ووثائق سوف تسمح بالمضي قدما بالعمليات المرتبطه بكل ما هو تمويل وما الى ذلك ويبقى برنامج الامم المتحده للتنميه هو نقطه الاتصال الاساسيه وبهذا اكون قد اشرفت على نهايه عرضي اشكركم على حسن الإصغاء وابقى رهن الاشاره متى كانت هناك اي اسئله شكرا جزيلا لك ايفا أتمنى أن طرائق الولوج عن طريق برنامج الأمم المتحدة للتنمية صارت مسألة واضحة للعيان بالنسبة للجميع أخيرا وليس آخرا ميريلا سارفاتوري ممثلة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ميريلا الكلمة لك شكرا فاطمة الزهراء سوف اقوم بتقاسم شاشتي واياكم اتمنى ان تكونوا ترون محتواها نعم بالفعل شكرا انا ميريلا سالفاتوري ممثله عن منظمه الاغذيه والزراعه التابعه للامم المتحده ان مشاريعنا المرتبطه بالانشطه التمكينيه لمنظمه الاغذيه والزراعه التابعه للامم المتحده لا تصل الى مستوى الرقي والتطور بالنسبه لمثيلاتنا من الوكالات الامميه بما في ذلك برنامج الامم المتحده للتنميه او برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أننا منذ سنة 2020 شرعنا في إطلاق العديد من المشاريع التي تنضوي تحت لواء هذه الأنشطة. التمكينية وقد قمنا بدعم تقريبا 16 بلدا ونشتغل الان على منذ 2022 مع كل من نيكاراغوا وتشيلي في هذا الصدد وبالتالي قمنا بدعم اول تقرير للتحيين لفتره السنتين من خلال طريقه عمل تصاعدية بالنسبة لأول تقرير الشفافية لفترة السنتين بالنسبة للنيكاراغوا، بالإضافة إلى دعمنا لرابع عملية التواصل في إطار المبادرات الوطنية لهذا البلد، إذن من أجل التقدم بطلب الدعم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة كوكاله شريكه في عمليه الاعمال والتنزيل فيجب اولا اشعار امان العامه للامم المتحده للتغيرات المناخيه وكذلك المرفق العالمي للبيئه كما انه يجب ربط الاتصال بالمكتب الاقليمي لمنظمه الاغذيه والزراعه بما في ذلك مختلف نقاط الاتصال كما سوف يتم شرح ذلك في الشريحه المواليه والتقدم كذلك برساله التاييد لكل من منظمه الاغذيه والزراعه وكذلك المرفق العالمي للبيئه من خلال نقط التركيز و كما أن لدينا اللجنة فريق العمل المختص بعملية الشفافية الذي سوف يتقدم مختلف المبادئ التوجيهية ونماذج من أجل المحاكاة والاستعداد في إطار بلورة مسودة المشروع وكذلك مخطط التنفيذ على اساس ان فريق عمل منظمه الاغذيه والزراعه سوف يقوم بمراجعه كل هذه الادبيات اما عن الجدوله الزمنيه فاننا في وضع مثالي سوف يستغرق منا هذا المسار ما بين 18 و 20 اسبوعا احتراما للاجال المحدده و الآن ليس هناك الكثير من الطلبات المتوافدة على مكاتبنا وبالتالي سوف نسعى إلى احترام هذه المدد الزمنية وأن لا يستغرق منا هذا المشروع أكثر من أربعة أشهر و هناك التزامات الحكوميه ومختلف الاولويات الواجب احترامها كما انه يتعين علينا ان نتاكد من أنه سوف يكون هناك المصادقة على مختلف المخرجات والسهر على إعداد الأدبيات والوثائق المطلوبة حسب الآجال المحددة يجب التقدم بكل هذا لنقطة الاتصال والتركيز للمرفق العالمي للبيئة جيفري غريفين وأنا كذلك حسب عناوين البرائد الإلكترونية الواردة على الشاشة شكرا على حسن الإصغاء شكرا ميريلا سالفاتوري شكرا لجميع المتحدثين أري ان هناك اشاره الى مختلف الموارد التي يمكن الاستعانه بها والاستئناس بها من اجل الاستفاده من هذه المسارات. ارى ان هناك التزام عال لجميع البلدان وان المساله اساسيه ومحوريه من اجل المضي قدما بهذه المشاريع في اجال سريعه ومحدده. نفتح الان المجال للنقاش بخصوص ما إذا كانت هناك أي استفسارات أو أسئلة عالقة بخصوص الحصول على التمويلات من طرف الجهات الشركة والوكالات الأممية ذات الاختصاص يمكن وضع السؤال على مستوى علبة المحادثة أو رفع يديكم افتراضياً من أجل التقدم بها لدينا سؤال من طرف شامودو. شامودو الكلمة لك. حسنا. أشكر جميع المتحدثين على هذه العروض التقديمية. أشكر السيدة المتحدثة باسم منظمة الأغذية والزراعة بخصوص طرق الولوج يظهر انه يجب ربط الاتصال بنقط الاتصال والتركيز للوكالات الامميه المختصه والتي لديها الصلاحيه من اجل الاستجابه لهذه الطلبات ف... إذا سؤالي إذا هل علينا أن نمضي قدما في هذا المسار ونحاول ربط الاتصال والالتقاء بالشخص الممثل مثلا للمرفق العالمي للبيئة وكذلك ممثلي المكاتب الإقليمية لهذه ال لهذه المنظمات اذا كان يجب علينا توضيح بان كل الدول توافق على كل هذه المعلومات وعلى هذه الادبيات اذا نحن نتوصل برسائل من وزاره البيئه المكلفه بهذه التقارير شكرا ميريلا ايفا انا قلت ذلك في العرض نحن نطلب من التمثيليه تمثيليه البلد ولا يوجد اي نموذج خاص او معين يمكن ان يكون ذلك من خلال رساله الكترونيه او اي طريقه اخرى لتقديم هذه الطلبات حتى لو لم يتم بارسال هذه الطلبات بشكل مباشر الى المكاتب للاسباب التي قلتها وذلك لكي نكون على درايه من اين ترسل والى من شكرا ايفا مع الاسف صوت ايفا لم يكن واضح مارسيلو نفس المقاربة من وزارة البيئة يمكن لكم التوصل أو التواصل أو معنا نحن نقوم أيضا بتنظيم لقاءات أخرى وهناك رسائل توقعها نقطه الاتصال لمرفق البيئه شكرا مارسيلو اذا كانت هناك اسئله اخرى لو سمحتم ارفعوا اياديكم هذه هي الفرصه الاخيره لكم سوف اتحدث باللغه الفرنسيه شكرا للمترجمين اولا وسؤالي فيما يخص نقطه الاتصال هل يمكن لكم أن تعطوا تفاصيل فيما يخص هذا العقد الذي قمتم الإشارة إليه؟ شكرا دوارا، أعتقد بأن هذا السؤال موجه لإيفا. أعتذر كنت أحاول أن أستمع إلى الترجمة باللغة الإنجليزية ولكن الصوت لم يكن واضح. نعم نفس الشيء بالنسبة لي دورا هل يمكن لكم إعادة السؤال لو سمحت مع الأسف مع الأسف هي تحدثت عن مبلغ فيما يخص تحضير هذه التقارير تقارير الشفافية لكل سنتين إذا في الإجراءات تحدثت عن دعم آخر و هل يمكن توضيح هذه المسألة؟ لم استمع اذا ما كان يتحدث عن عقد. نعم عقد. عقد برامج الامم المتحدة الانمائي مع الدول بهذا الشأن. لست اعلم عن اي عقد يتحدث هل أنا نسيت اذا ما كان هناك عقد في عرضي ولكن فيما يخص تحضير هذا المقترح يجب ان يكون هناك نقطة اتصال ونبدأ المسار إذا لست متأكدة عن اي عقد يتحدث سيد وراء هل يمكن لكم مراسلتنا فيما بعد ومراسله ايفا وانا بتوضيح هذا السؤال وهي سوف تجيب هناك سؤال اخر في صندوق الدردشه حول نقطه الاتصال سوزانا زميلتي قامت بوضع كل نقطه الاتصال للوكالات المختلفه يمكن لكم التواصل معهم اذا هناك نقطتين تواصل ايفا و برنامج الامم المتحده الانمائي او مكتب برنامج الامم المتحده المتحده الانمائي في بلدكم وهناك ايضا سؤال حول اجراء تنفيذ مشروع بناء القدرات او مبادره بناء القدرات التي يقوم بتنفيذها مرفق البيئه العالميه او هل يجب ان يكون هناك وكالات تنفيذيه اخرى استبان يمكن لكم الاتصال باي وكاله متابعه لمرفق البيئه العالميه واعتقد بأي ان اي زميل من اي منظمه يمكن التواصل معها وايضا نقطه الاتصال الاقليمي سوف اضع الرابط في صندوق الدردشه لكل نقاط التواصل في الدول المختلفه فيما يخص مبادره بناء القدرات من اجل الشفافيه هناك مشروع اقليمي ممكن وهناك ايضا مشروع عالمي يمكن له ان يتم تنفيذه من وكالات مرفق البيئه العالميه او اي شريك اخر او اي وكيله شريكه اخرى يمكن ان تكون وزارات وكالات منظمات غير حكوميه إذا نحن داخل مرفق البيئة العالمية نقوم بتفرقة بين وكالة تنفيذية ووكالة عملياتية كما شرحت ميريلا بشكل جميل جدا في عرضها شكرا جزيلا استبان سوف نأخذ السؤال الأخير قبل أن نقوم ب الاختتام شكرا فاطمه سعيد جدا برؤيتك مجددا لست اعرف اذا ما كنت تتذكرينني ولكن قد تقابلنا في البرتغال انا اعمل في وزاره البيئه في انغولا واني سعيد جدا بحضوري هذا اللقاء شكرا جزيلا لكل الزملاء الذين قاموا بتقديم عروض جيده جدا هذا السؤال موجه لمرفق البيئة العالمية الموجود معنا أو ممثل هذا المرفق الموجود معنا نحن قمنا بالإشارة إلى المرونة فيما يخص الآجال وأظن بأنني سمعت فبراير للسنة القادمة قبل تسليم هذه التقارير والمقترحات لهذه السنة ولكن ما هي الأجال المتاحة للقيام بالتحيين وإذا لم نقم بهذا التحيين هل هناك أي مرونة لتأجيل هذه التحينات للسنة القادمة هل هناك نافذة في هذا الصدد شكرا شكرا جزيلا إرنستو استبان إرنستو من أي بلد أنت؟ انغولا نعم انغولا بالفعل شكرا اذا ليس... ليس لدي أي معلومات حول هذا البلد بالتحديد و أعلم إذا ما كنتم قدمتم بطلب دعم فيما يخص تحضير تقارير الشفافية لكل سنتين ولكن إذا ما كانت لديكم وضعية خاصة يمكن لك أن تراسلني عبر البريد الإلكتروني وسوف نرى إذا ما كانت هناك إمكانية لتأجيل وإذا ما كانت هناك اتصالات وطنية هناك التدبير ثلاثة للوصول إلى موارد إضافية ويمكن لكم تحضير تقرير الشفافية مع الموارد التي تحتاجون إليها إذا يمكن لكل هذه الأسئلة الخاصة دراستها والرد عليها بعد هذا اللقاء شكرا استبا حسنا لم نتقدم بالطلب بعد يجب أن نقوم بالانتهاء من تقرير الشفافية الأول ولكن شكرا جزيلا ومن فضلك ارسل لي ببريدك الالكتروني وسوف نواصل هذه المناقشات لا يجب عليكم ان تنتظروا من النهايه من التقرير هناك تدبير يسمح لكم بتقديم الاتصالات الوطنيه وطلب تاجيل او اجال لتقرير الشفافيه شكرا جزيلا استبان وارنسو كان هناك سؤال احاول انا الان ان اترجمه عبر الجوجل ولكن ليس بالواضح جدا اذا لا يوجد اي ضروره في المرحله الاولى بتقديم بأي أو الدخول في أي مسارات معقدة يمكن لكم فقط التواصل عبر الإنترنت ونحن سوف نشرح لكم كل المسار إذا المرحلة الأولى هو كتابة هذه الرسالة وطلب الدعم أعتقد بأن هذا واضح وأتمنى على الأقل أن يكون الرد واضح هناك أيضا على ما أعتقد أعتقد بأننا انتهينا من الأسئلة وهكذا أريد أن أشكركم جميعا على سعة صدركم وعلى صبركم قد تأخرنا بعض الشيء ولكن هناك الآن إذا ما كنتم صبورين أكثر أن نقوم بالرد على الأسئلة التي سوف تطرحها سوزان على الشاشة من خلال منتي ميتر. هذا نفس الاستبيان ونفس الشفره ها هي وارى بان البعض قام بالرد على هذا السؤال الرابع شكرا نحن نتمنى ان نحسن دائما من عملنا اذا لا تترددوا بالرد وبشكل صادق جدا. و... اذا هل تظنون بان هذا اللقاء قد وفر لكم وضوح اكثر فيما يخص الولوج الى هذه التمويلات لتحضير تقرير الشفافيه لكل سنتين شكرا سوف اعيد اذا هذا السؤال لو سمحتم كونوا صادقين اذا ما كانت لديكم اي شكوك لا تترددوا في التواصل معنا هناك سؤال اخير نحن في صدد تنظيم لقاءات افتراضيه اخرى هل هناك اي معلومات او اي اشياء تودون ان تتعلمون عنها او ان تعلمون عنها المزيد في المستقبل وأي مجالات أخرى تودون أن نغطيها في اللقاءات المستقبلية؟ يمكن لكم كتابة أي مجال معين تودون أن نناقش في اللقاءات المستقبلية إذا تغطية مسألة النوع الاجتماعي فيما يخص تقارير الشفافية يكون هناك جلسات تدريبية أخرى أرى بأن هناك طلبات أخرى حول النوع الاجتماعي إذن يبدو بأن هناك اهتمامات عديدة فيما يخص اللقاءات المستقبلية حسنا إذن هناك مجالات اخرى بالفعل ذات اهتمام بالنسبه لكم وسوف نحاول ان نقوم كل ما نستطيع القيام به لتغطيه كل هذه المواضيع وهذه المجالات شكرا لصبركم شكرا جزيلا سوزان يمكن لكم ايضا الاجابه على هذا الاستبيان فيما بعد سوف يساعدنا ذلك كثيرا في تحسين لقاءاتنا المستقبلية إذا نصل إلى نهاية هذا اللقاء التسجيلات في اللغات المختلفة لهذا اللقاء سوف تتاح على موقع اس والزميل قام بإرسال الرابط من خلال صندوق الدردشة لديكم أيضا كل نقاط الاتصال من الوكالات المختلفه ومرفق البيئه العالميه اذا ما كانت لديكم اي اسئله لا تترددوا بطرح اي اسئله فيما يخص هذه المشاريع وللعلم نحن نقوم بتنظيم انشطه مختلفه لهذه المنطقه التي يغطي هذا اللقاء افريقيا ومنطقه المينا و ابقوا معنا هناك لقاءات اخرى دورات تدريبيه اخرى تابعونا وسوف تتوصلون بكل هذه المعلومات على موقعنا اذا اود ان اشكر كل المشاركين مرفق البيئه العالميه وكل الوكالات التي تعمل معنا برنامج الأمم المتحدة للبيئة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والفاو شكرا لوجودكم معنا ولالتزامكم وأريد أيضا أن أشكركم على مشاركتكم الفعالة ونعم مجددا لنبقى على التواصل كل تمني التوفيق في عملكم شكرا جزيلا جميعا الى اللقاء وبالفعل شكرا جزيلا لفريق الترجمه